وانا كمان بحبك. ايش طلعت لك حبة بوجهك؟ طب بسيطة بسيطة يا عمري، زعلانة عشان طلعت لك حبة بوجهك؟ ولك فديت فديت، ولك ابوس الحب اللي طلعت لك بوجهك. لا تزعلي لا تزعلي حيوانة حيوانة، لا تزعلي. لا دقيق، هذا نوع من انواع الغزل الجديد، ما مش انا بسب عليكي حبيبتي. لا مشان الله ابوس كندرتك، والله انا ما مسبتش، مش قصدي اني اسب عليك، انا اقول لك حيوانه فشرت عينه اللي يقول لي عنك حيوانه، ولكن انا قصدي انه فديت ما الز حيوانه. تطلعي نبره مسبه هاي، انا ما بدي اسب عليك بقول لك حيوانه، اما هاي حيوانه يعني هذا والله هيك بتخسر العالم 2019، انا شو اسوي؟ فصلت بوجهي، هو انت حمار يا متخلف، هذا الغزل ما بنفع للمواليد التسعينات، بنفع لمواليد 2000 بس. وانا كنت فاكرك نينجا، طلعتي ترتر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابوس رجلك ما ابوس رجلك، فديتي حيوانه، شو راح رونالدو خلاكوا تنبلوا ولا سرقتنا للصداره جننتكو؟ طب اخرس اخرس، ولك امبارح لما انت دخلت الحمام تركت تلفونك مفتوح وشفت كم رساله، ولك ولك ارحم حالك 30,000 رساله بعت للبنات مشان الله ردي، الطابه وقعت عندكم في مجال اخذها؟ ولك ولا تخليش افضحك، كلهم 3 بنات تقعد تتخوث ولا تنكر انه انت كمان هيك كانت بدايتك قبل الاحتراف. نسيتني ليش انا جاي عشان اقول لك بتحب استشيرك قديش نفوز على ليفانتي، لانه بس لعبنا ضد بلد الوليد وفزنا 5-1 ذكرناكو في فيدال وفي الماضي الاليم، فيعني يعني والله انا كويس مني يعني سبحان الله باجي استشيره قديش بدنا نفوز عشان ما اذكره في النتائج القديمه. بالله عليك ولا كان اللي لازم استشيرك كم بدك نفوز على ريال بيتيس، لانه اخر مره لعبنا مع ليجانيس فزنا عليهم 5-0 بدون ميسي، فبلاش نفوز على ريال بيتيس نتيجه ما بتعجبكم وتذكركم في الماضي الاليم. هذا نهبل، 5 بدون ميسي الا هاي المقوله. حيوانه فديت مان مان فديت يا مان. واليوم يومك يا ليفانتي، راح نذبحكم ونعمل منكم سيارة افانتي. يا رب ريحنا من بوسكيتس وسواريز وبكير، برجع لنا ام تيتي. ام تيتي فديت مان حيواني. بقول لك في صحيفة مش عارف شو اسمها، باتري دونت باتري شو اسمها هاي صحيفة مش عارف، المهم عملت احصائية بتقول انه برشلونة خارج ارضه عبارة عن كندرة، اما جوا ارضه مش كندره، فاحنا يا برشلونه اليوم مش على ارضنا، فانا عارف انكم كندره بس حاولوا يعني انه ما تطلعوا. شو بسوي قاعد انا؟ قاعد بترجى برشلونه ما يحط جول على ليفانتي وما يفوز على ليفانتي؟ استغفر الله العظيم، هزلت ولا هزلت ولا كندره، هسه بس تبلع جول بتصير تكاكي. ما هو ام تيتي يا زلمه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ام تيتي. شنو تاكل يا ام تيتي؟ شنو تاكل كل اصبعات ورا بعض؟ يا اخي كل بيض، بيض البيض كويس بيعمل لك بروتين وبخول العضلات والعظم تبعك، اشرب حليب، الحليب كويس والله العظيم. اما بكي يا برشلونه طعمه سم وخريحونا منه، اي شيء جريزمان. ها خلص ديش احكي، ما بدي احكي. طب والله يعني بالشمال قلنا مش رجله، هو بشوط في ايش؟ شمال ولا يمين؟ ما بعرف، يعني قلنا بالشمال ما اجت، كمان باليمين ما تيجي. حطوا له سم هذا الثاني عشان يرتاح، اقولكوا حطوا لي انا سم عشان ارتاح منكوا. يلا حط جول بلا هبل، خلينا نشوف اذا رهف ردت. شو الطابه اجت عندهم بدي اياها، الله يرضى عليك، يا بتعطيني الطابه يا بتعطيني رقمك بس، وخلص الكلام، الله يرضى عليك. بلنتي بلنتي والله العظيم بلنتي. طيب ايش مالك مبسوط يعني؟ اجى بلنتي على ليفانتي مبسوط؟ اصلا عادي، راح ميسي يشوطه ويحط الجول. ايزي ايزي يا عزيزي، واذا عندك اي شيء اربطه. كريم بنزيما عنده 7 جوال، وين ميسي؟ ميسي عنده 5 جوال. هانت هانت يا حكومه، راح نجيبك وندعس عليك. لا ما بندعس عليك، شو ندعس عليك؟ انت حبيب قلبنا حتى، ولكن احنا بنموت عليك. انت بدك الهدافين بدك البتشيتشي، خذها خذها براحتك براحتك، لو على حساب ميسي يا حكوم، انت بالذات كل شيء متاح لك. الحمد لله الحمد لله يا ربي، اسوي الريز الصعب اخير، والله احلى من الجول يا اخي، الفرحه تاج جواتك
خلص هسه حط جريزمان مهاجم وفكك من انه جريزمان مدافع، فكك منها، جريزمان بيلعب مهاجم، حطه في الهجوم ها؟ يعني خلص سواريز خلصنا منه، الله يرضى عليك، ضل بوسكيتس، بوسكيتس ما بيلعب، فيدال بيلعب مكانه، وانت هيك في السليم لازم تدخل فيدال، انسى بوسكيتس، وبكيه بنسلك فيها من ما يجي ومتيتي ان شاء الله. بس قول واحد على ليفانتي وبلشنا في الشوط الثاني، يا اخي والله انكم ما بتستحوا، اه والله عشيرة ما بتستحوا، انا بعثت لبنت اسمها تولين انه بعثت لها صورتي وانا في المطعم وقلت لها طلعي بوك لحالي بدي حد يجي ياكل معي. بلكن ردت لاني حاسها صاروخ هاي البنت، والله اذا ردت يما غير اجيب لك يعني امي تصير حماتها. ولك الله يحرقك يا تولين. مين تولين؟ الله يحرقك يا فالفيردي. ولك انت مستغرب من ايش؟ ما هم عادي يعني، ما هو برشلونه خارج ارضه، اذا برشلونه خارج ارضه ايش كندره؟ بس مش كندره يعني تعادل، يعني انت مالك زعلان يا اخي؟ لسه المباراه 60 دقيقه استنوا دقيقتين ثلاث بس يا ليفانتي، راح يجي الرد القاسي من ليونيل ميسي وراح يمردقكم وال كل هذا افراح يا زلمه عشان حطيتوا جول تعادل. ولك وال خلاص يا مخرج لا تعيد ام اللقطه مليون مره، يخرب بيته. هات أول مباراة من لا أرجع على الاحتفالات الأولانية، لسه ما خلصوا الاحتفال. جقول يا نهار أزرق على الكلام. لا يا كباتن ثلاث دقايق ميسي اللي برد عليكم، مش أنتوا تردوا علينا، أنتوا رديتوا علينا فتردوا مرتين ما بزبط والله، بطير الرصيد. فيدال بدي إياك تمسكهم وتفرطهم فرط يا فيدال. كهوه فيدال، أيوه هيك أقول؟ لا مش قول، برا الحمد لله أنا برا. يا نهار أزرق ثلاث جوال يبقى أقل من 10 دقايق؟ بسبع دقايق يا ولاد دخل بوسكيتس، دخل بوسكيتس ابن الصرمة. ردت بلوك، الله يخرب بيتك يا فالفيردي، دخلت بوسكيتس وجاب فينا الجول وراح حطم امالنا. ولكن بعشر دقايق يعملوا عليك ريمونتادا؟ بعشر دقايق؟ شو مالك انت مصدوم يعني نعملوا عليه ريمونتادا؟ هذول اصل الريمونتادا اصلا، هم انولدوا انتم انولدتوا عشان ينعمل عليكم ريمونتادا. او ليش انتم انولدتوا؟ شو دخلكم؟ نادي برشلونة تأسس في عام 1990 من أسباب تأسيسه إنه ينعمل عليه ريمونتادا. الله يحرقك يا فالفيردي، الله يحرقك. أغص حسك عينك أسمعك بتسب على فالفيردي، يما شو راح أسوي فيك؟ ولك هذا كبيرنا وتاج راسنا، الله يديمه من نعمة بس. على نعمة فالفيردي. عليك يا فالفيردي. زيدان أبو إبراهيم. انتوا املنا الوحيد، انتوا املنا. على فكره دوري اقعد على الكمبيوتر. اصغر واحد عندنا في النادي عمره 19 سنه، يعني بالغ عاقل راشد، يعني من صغيرنا لكبيرنا في ريال مدريد عارفين انه لازم نستغل تعثر برشلونه ونتصدر ام ولا الدوري. خلاص خلاص انتهى، ولكم حفلوا علينا، بدنا نرجع يحفوا عليهم، بدنا ثلاثية هالموسم، الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني. دوري أبطال أوروبا شوي صعب الأمور لأنه الله لا يوفقكم، لا أنتوا ولا كورتوا. طبعًا ما شاء الله أخونا رودريجو مسك الأساسي من بعد المشهد تبعه هو إبراهيم، ولا باجي بعمل حالي بأخذ معلومات من إبراهيم. هازارد 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 مشان الله. مين رونالدو؟ ها؟ مين رونالدو؟ هذا بيلعب مع يوفنتوس، بيلعب مع يوفنتوس، حد بيلعب مع يوفنتوس الأيام هاي؟ ولك هازارد هو البابا. هازارد انا عارف انك كنت متاكد انه هو بس بده فتره بسيطه، ولك من اول 8 دقائق بنحط جول وعن طريق هازارد افضل لاعب بالعالم، هازارد فور بالون دور. اشوف كيف الاختيار هذا ينفعكم بعد سنه. اصلا هو قال انا بدي اروح على مجال التمثيل وال ايش فيه ايه فار نو جول. الله يسهل عليك يا رونالدو، كنت تحط جوال كلهن غلط بس ينحسبن عليك. هازارد قال رونالدو، قال هازارد قال تفيه. على فكرة ما بدنا اياها تخلص صفار، ها ابو ابراهيم هازارد مشان الله حطوا جول، بدنا ام هالصدارة. ابراهيم يلا باص باص، هاي في واحد غاد، هاي بلنتي هاي ها بلنتي، ستقول انه بلنتي اثنين هجوم.
الله يسهل عليك يا رونالدو كمان مره. كنت توقع برا منطقه الجزاء تاخذ بلنتي يا زلم. يا زلم ما حد زي رونالدو يا زلم. عليك يا ابراهيم. A few moments later. ايش فيش دموع؟ بعيط بدون دموع. ما هني خلصن الدموع يوم ما راح رونالدو خلصن. كورتوا كورتوا طلع كلينشيت. كورتوا طلع كلينشيت بس على الفاضي على الفاضي. تعادل. انت تهكرت يا زيدان، غبت عنا موسم، رجعت كندرة، رجعت جوارديولا احسن منك. دقيقة، احنا تعادلنا، معانا كان معنا 21 نقطة صار 22 نقطة، وبرشلونة قديش معه؟ قلت برشلونة معه 22 نقطة، يعني احنا المتصدرين اكيد. اه لانه يعني اذا كنا متعادلين في النقاط تحسب على تحسب على تحسب على تحسب على كلين شيت. اه وكورتوا عنده كلين شيت اكثر من اشتيغن. يسعد دينك اخوي. خير ادخل اشوف. اكيد احنا يعني بدون ما ادخل اتاكد، بس يعني الواحد في